لا شيء يمكنه أن يمنح راحة نفسية أكثر من النظر إلى تلألؤ هذه الأضواء من علو 1600 متر من سطح البحر، والتمتع بنسمات الهواء المعبقة بروائح مختلف أشجار جبال الشريعة. في شهر رمضان تستقطب بلدية تشريع التي تقع في مدينة البليدة على بعد 50 كيلومتر غرب الجزائر العاصمة مئات الزوار ليتمتعوا بجوها العليل وأيضا بالسهرات الفنية التي تقام بساحة البلدية. كل عام نقوموا بحفلات كما شفنا مديريه الثقافه على مستوى البلاد سجلت لنا 6 حفلات على مستوى البلديه، وهذه الحفله تاع اليوم سجلتها لنا لي بيك دو بليده. هذا كاين نادي تاع الثقافه اللي راه حاكم في بلديه بليده. انا شوف الاطلنطيك مع الباسيفيك يعني لا للعنف ان شاء الله. هذا المضرة ان شاء الله ولي فامي الله يبارك ما كاش نهار. توفر الأمن بالحظيرة الوطنية للشريعة هو العامل الأساسي الذي أعاد إحياء هذه المحمية الطبيعية، حيث أصبحت المكان المفضل للباحثين عن الترفيه. الأجواء هنا في رمضان عائلية، كان سيكوريتي الأمن، كان دي بارك مام دي بارك من يلعبوا ذراري، ومنا لا فيلا بروبر هنايا ديرنيير ما وقفوا عليها، ومنا حنا صافي برسك واحد 5 ولا 6 سنين جوز رمضان هنا. بويا عجبك الحال ذاكينيت، اثن خدم اللي قال ذاكيا، بيان لي فامي تروحو ندار ذاكيا، كشغل صرت صرحي بني يسناغ بيان، لي زول كلي لا فامي كلي تروحو ميم لي فامي، سون بلاس فاميليال، خدمني كلي ذاكيا بيان، كشغل تهلين ذيك مرضنا حار ذاكيا. هو الشريعة الأساس تاعها اللي كان يخصها كان يخصها الأمن، ومن سنة 2000 اليوم عليك الحمد لله. رانا أون بلان فوري دو شريعة، نو سام أون بلان سومي فوري دو شريعة. الامن موجود، المواطنين راهم يجوا راكم شفتوهم فيهم الاف تاع المواطنين، كاين اللي راهم ساكنين لهنا، كاين اللي يجوا جوزو يتروحوا لروحهم على رمضان. بعد توفر الامن تستطيع الشريعه ان تصبح قطبا سياحيا بامتياز اذا تدعمت بالمرافق الضروريه التي تشهد نقصا في الوقت الحالي. إذا هي الساعة 2 صباحا ولا زالت التشريعة تعج بالعائلات والسياح في هذه السهرة الرمضانية لتتمتع بلطافة الجو. سهرة التشريعة الرمضانية ستستمر لغاية نهاية شهر رمضان الكريم.